طلبتيها كده؟ طلب طلبتها بعد قبل ما بابا يموت بشهرين. كان في مشكله كبيره وجيران تشهد على كده. كانت ايه المشكله دي يعني؟ المشكله مش متوافقين مع بعض. شخصيا مش متوافقه معايا. هل كنتوا بتضربوا بعض او بيمد ايده عليكي؟ هل انت كنت بتمد ايدك عليه؟ بعض الاحيان كنت بحاول ادافع عن نفسي، وكان بيجيب عليا ناس كتير عيب كتير. ما تضرب، ما انا ميته تحت ايديه، ما حدش كان يسال. ممكن اعرف حدود الضرب ده كان بينكم ازاي؟ ضربك بايه؟ تضربيه بايه؟ كان بساعات ممكن في مره ابقى قاعده معايا ولوحدي، يعني ما حصلت موقف برضو كان ناس استغربته، قاعده معايا وكنت بعمل له ماسك في وشه، فمعرفش قرصني، يعني ما عملت حاجه في عينه غلط، يعني غصب عني جت بتفرز الماسك عامه، فجت غلط ضربني بالقلم جامد. فانا ماسكه فيه، كنت حامل ماسكه فيه، بقول بتضربني ليه؟ راح نام عليا ورجله كلها هنا في بطني، وقعد ضرب 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 فيا، فانا زقيته غصب عني، ده وقع في قلب الترابيزه. الناس ازاي تزقيه؟ ما كان هيموتني. وعامه لما كان بيجي يتخانق معايا عامه كان يقعد يعمل لي جامد لكده لكده، هو عارف ان عندي عامه دي تنفس. موضوع الضرب ده حصل فيه اعتياد بعد كده؟ كتير. كم مره يعني ضربك؟ كم مره ضربتيه؟ على طول على طول، وبتصرفه مستمره.